السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحبائي المشاهدين أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. أصدقائي، موضوع ديال الحلقة غيكون طريقة التقاط قمر الثور. قمر أصدقائي الثور اللي ولا مؤخرا من أفضل الأقمار، لأنه كيحتوي على العديد من الباقات الثقافية والرياضية وكذلك أصدقائي الترفيهية. من أهم هاد الباقات أصدقائي الرياضية قنوات بريما سبور اللي ضافت مؤخرا إلى القمر الثور، وكذلك أصدقائي قنوات ديجي سبور وقنوات السبور واحد وجوج وقناة نوفا سبور كذلك أصدقائي، فهي كتواجد على هذا القمر هذا. وقناة الماتش حاجة أصدقائي، فهذا القمر هذا كيتواجد في 0.8 غرب، فهو ما بعيدش على قمر نيسان، فقط بصة ديال الدرجة إخواني، فتقدر دير المسطرة وتلتقطو أصدقائي مع قمر نيسان. فإن شاء الله غنديرو فيديو طريقة التقاط قمر الثور بالمسطرة مع قمر نيسان. أما بالنسبة للإخوة اللي عندهم صحن صغير، فمن الأحسن تلتقط قمر الثور ودير المسطرة، لأن نيسات الاشاره ديالو قويه اصدقائي كما كتعرفوا. اصدقائي، فالتغطيه ديال هذا القمر هذا فنقدروا نشدوه في جميع الدول العربيه، ولكن فقط في الشمال ديال الدول العربيه. بالنسبه لحنا اصدقائي في المغرب فنقدروا نلتقطوا حتى الاكادير، ولكن فضروري خصك يكون عندك الصحن كبير. اما بالنسبه للاخوه اللي في الشمال فيقدر يشد هذا القمر هذا ب 60 سنتيم، يعني فالتبصيل اصدقائي خصو يكون عندك ما بين 60 حتى 120، فكل ما كنهبطوا للجنوب كل ما كنزيدوا اصدقائي نكبروا في الصحن باش نلتقطوا الاشاره ديال هذا القمر هذا قويه بزاف. اخواني، غندوزو حنا وياكم السطح نوريكم اول حاجه كنديروا نلتقطوا هذا القمر هذا، وشنو هو اقوى تردد باش نلتقطوا قمر الثور، وكذلك اصدقائي اضعف تردد باش تكون ملتقط جميع الترددات على هذا القمر هذا. ولكن قبل ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس وكذلك اعجاب بالفيديو، بغيت شي تركيبه او شي فيديو على طريقه التقاط اي قمر خلينا في التعليق، فاحنا موجودين اصدقائي. اصدقائي، وجدوا الصور ديالكم ونمشيو حنا وياكم السطح. مشاهدينا متابعينا، مرحبا بكم. فدابا حنا كنتواجدو في السطح ديالنا، فكما كتشاهدو معايا فهذا هو الصحن اللي غنلتقطو به قمر الثور. فالصحن اصدقائي فهذا عندي فيه مترو اللي غنلتقط القمر باقوى اشاره، فكما كتشاهدو معايا فهو دابا مثبت على قمر النيسات، لان الاغلبيه ديالنا كيكون الصحن ديالنا مثبت على النيسات. فاول حاجه اصدقائي غنديروها غنعطيكم اقوى تردد باش نلتقطو قمر الثور. فكما كتشاهدو معايا فهذه الاشاره ديال قمر النيسات فيها 91 في الاشاره. غنمشي القمر الثور نعطيكم اقوى تردد، هذا هو التردد اصدقائي اللي غنستعملو باش نلتقطو قمر الثور. فهذا اقوى تردد اللي هو 12400، القطبيه غتكون افقي حرف اش اريزونتال، الترميز غيكون 30000. فدابا اصدقائي غنشدو اللاقيط ديالنا وندورو فقط واحد شويه في اتجاه عقارب الساعه، يعني على يدينا اليسار فقط، غير واحد شويه كما شاهدتو معايا. وغندوزو الصحن ديالنا اصدقائي غنهبطوه فقط واحد درجه او جوج درجات. بالنسبه للاخوه اللي عندهم الصحن الكبير فيقدر يدور الصحن كما دابا راك شاد النيسات، فقط غدور على يدك اليسرى. اما الناس اللي عندهم الصحن صغير فغيهبط واحد شويه الصحن ديالو ما بين جوج درجات حتى اربعه درجات. فدابا اصدقائي غندورو الصحن ديالنا ملي غنكشفو في الدار ديالو على يدينا اليسرى، ف غندور الصحن ديالي اصدقائي، فدابا انا في الدار ديالو غندور على يدي اليسرى في اتجاه الشرق. هيا اصدقائي الاشاره ظهرت معايا في اقل من 10 ثواني، هي 91 ولي الرجال. هيا اصدقائي، هيا دابا 92، فغنزير الصحن ديالي مزيان. الإشارة باقا مسقط 92، هنا دابا راني مشات القمر بأقوى إشارة ديالو. أصدقائي، فمن بعد ما زيرت الصحن ديالي فكما كتشاهدوا معايا الإشارة 93 على قمر الثور على أقوى تردد. دابا غنمشيو للقنوات دي جي سبور لأنه كيعتبروا من أضعف الترددات على هذا القمر هذا، شوفوا واش الإشارة ديالهم قوية ولا لا. هذا القمر اصدقائي دابا ولا يعتبر من احسن الاقمار من بعد ما ضافوا قنوات بريما سبور، فيقدر ينقل جميع الدوريات
وكذلك قنوات ديجي سبور من واحد حتى أربعة أصدقائي، نوفا سبور هيا أصدقائي. هيا قناة ديجي سبور ثلاثة، هيا 92 في الإشارة أصدقائي كما كشاهدوا معايا. شوفوا قنوات بريما سبور هيا 92 في الإشارة، يعني دابا راني حاكم القنوات بأعلى إشارة. قنوات نوفا سبور أصدقائي هي كذلك 92 في الإشارة. فكما شاهدتوا فالقمر التقطناه بأقل من 10 ديال الثواني، فهو قريب من قمر النيسيس، ما كيبانش عليه فقط بصا ديال الدرجات. أصدقائي وصلنا النهاية ديال الحلقة ديالنا، انتظرونا فيديو جديد إن شاء الله غنوريكم شنو غتقدروا تلتقطوا مع هذا القمر هذا بالمسطرة. فهنا عندنا تركيبة جد رائعة تكون فيها النيسيس والأسطرة. ولكن ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وكذلك الإعجاب بالفيديو. بغيت شي تركيبة نديروها أو شي قمر تلتقطوه فقط خلينا في التعاليق، فاحنا موجودين خوتي. تهلاو في راسكم وانتظرونا فيديو جديد.